احتفلت كنيسة العذراء مريم بالمقطم بعيد الميلاد المجيد، حيث أقيمت الصلوات والترانيم تزامنا مع استقبال المهنئين. جاءت الاحتفالات وسط أجواء تملأها البهجة والسعادة بين المواطنين. طبعا الاحتفالات دي بتجسد الوحدة الوطنية، لأن احنا بنتقابل على حب. احنا اللي بيجمعنا من 2011 لغايه النهارده الجروب ده، ان احنا كلنا زي ما انا قلت يوميها، انا قلت كلمه يوميها يعني، وقلت فيها ان احنا اللي بيجمعنا ان احنا بنخدم الناس. فاحنا بنحب شعب المقطم وبنحب الناس، فكلنا هدفنا واحد وهو خدمه الناس. فعشان كده احنا كلنا ملتقيين على المحبه، ودايما متجمعين في كل المناسبات سواء دينيه مسيحيه او دينيه اسلاميه او قوميه او اي مناسبه، بنتجمع كلنا وبنحتفل مع بعض. انا ببقى حريص كل سنه ان اجي اشارك اخواتنا الاقباط في عيدهم، ودايما كلنا مع بعض تحت رايه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبشكركم على حسن الاستضافه. كل سنه وانتم طيبين وبالف خير.